فكنت انا بقرا في السيره كده من فتره كده، استوقفني مشهد جميل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اخلاقه الطيبه وصدقه الشامل صلوات الله وسلامه عليه. وفي كل مشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به كان يعلمنا فيه درسا. فالمشهد اللي حنذكره ان شاء الله يعلمنا مشهد من اجل المشاهد واعظمها، مشهد حفظ الجميل. الواحد لما يسدي لك معروف او يقوم لك بمصلحه او يقضي لك مصلحه او يسلفك فلوس او يعمل لك اي معروف، لا بد للمسلم ان يحفظ جميل اخيه المسلم، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حينما كان يدعو الى الله جل وعلا في مكه، طبعا لما مكه وقريش ما استجابتش للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الطائف، فقعد هناك 10 أيام يدعو اهل الطائف الى الاسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مجيب في هذه الايام. فطبعا هم لم يتركوه فحسب، بل سلطوا عليه السفهاء والغلمان والعبيد حتى سالت الدماء الزكيه من قدميه الداميتين الشريفتين المتعبتين. لما وصلوا على اشراف وحدود مكه كان مين معاه؟ كان معاه سيدنا زيد بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن حارثه، فلما وقفوا على حدود مكة سيدنا زيد بن حارثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له دلوقتي احنا هنخش ازاي؟ اكيد اهل الطائف قالوا لمكة ان احنا طردناكم وان احنا هنعمل ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب الى الاخنس بن شريك وقل له ان محمدا يريد ان يدخل في جوارك، جوارك يعني في حمايتك. فذهب سيدنا زيد بن حارثة الى الاخنس بن شريك فرفض، قال له انا جوار، يعني انا راجل معايا مصالح بيني ما بينهم والراجل لي مصالح ما بيجيش. فعاد سيدنا زيد الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما حدث. قال له طب روح لمين؟ روح لسهيل بن عمرو وقل له ان محمدا يريد ان يدخل في جوارك. فذهب سيدنا زيد الى سهيل بن عمرو فرفض. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب الى مين؟ اذهب الى المطعم بن عدي وقل له ان محمدا يريد ان يدخل في جوارك. فأول ما ذهب سيدنا زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي، كان زي ما نقول إحنا بلغتنا كان راجل، يعني المطعم بن عدي كان راجل وكان شهم. فأول ما قال له سيدنا زيد بن حارثة قال له أنا له، انتظر قليلا. فلبس المطعم بن عدي كان على الكفر، عشان تعرفوا أن العرب يعني فيهم أخلاق عظيمة حتى من قبل الإسلام. فلبس السلاح ونادى على إخواته وأبنائه وأبناء إخواته عشيرته كله، وقال لهم البسوا السلاح فإن محمدا يريد أن يدخل في جواره وأنا خارج إلى حدود مكة لكي يأتي به. فذهب المطعم بن عدي ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، فدخل مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم كل ده، والمطعم بن عدي واقف بسلاح هو وعياله حوالين الكعبة. ثم وقف على فرسه مطعم بن عدي وقال يا أهل قريش إني قد أجرت محمدا فلا يمسنه أحدكم بسوء، وإن أردتم أن تصلوا إليه فصلوا إليه أولا. فبعد كده عدت أيام وشهور وسنين وجاءت غزوة بدر. هنا بقى إيه حفظ الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت غزوة بدر، فقبل غزوة بدر بست أو شهور أو 7 شهور المطعم بن عدي ده مات. فطبعا احنا عارفين ان أسروا 70 واحد من قريش، الصحابة في غزوة بدر أسروا 70 واحد من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كل واحد لي قريب ولي أخ ولي كذا كان عايز يفديه من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول له ادفع كذا ويقول له ادفع كذا ويقول له ادفع كذا. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم موقف المطعم بن عدي فقال للصحابة لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركته لهم جزاء ما فعله معي يوم الطائف. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان فكر حتى بعد ما مات، يعني لو واحد ثاني يقول لك ما هو مات مش مهم انا يعني انا حاذكر ولا مسؤول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل حافظا لهذا الجميع حتى بعد موته. قال له لو كان المطعم بن عدي حي
وكلمني في هؤلاء الأسرة لتركته لهم بدون مقابل جزاء ما فعله معي يوم الله. ومش هذا الموقف الوحيد اللي كان بيع الموقع من عدين. لا احنا لو كمانك لو تذكرنا بيعة العقبة. البيعة العقبة اللي كان فيها كام؟ كان فيها 72 راجل ومرأتين أسلم. فقريش لما سمعت خافت من التحالف ده. إزاي هم كانوا طالعين 10 طنفار رجعوا 11 72 واحد ومرأتين. هنا في خطر بقى من الإسلام. كانوا يعملوا إيه؟ كانوا اللي عرفوه إنه هو راح في الأمر ديه كانوا كفار كانوا إيه يخدوه بالليل كده ويعذبوه. كان يعمل مطعم العدي، كان يروح للقريش، كان مثلا واخدين فلان يقولوا طب انتوا عايزين كام؟ يقولوا عايزين كذا كذا، يقولوا خذوا سيبوه. عايزين كام؟ عايزين كذا في ده، يقولوا سيبوه خذوا وسيبوه. جميع المسلمين اللي هم تأسروا واتاخذوا في بيعة العقبة كان مطعم العدي لف على قريش واحد واحد وقال لهم انتوا عايزين، مع انه كان على الكفر ومات على الكفر لم يسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل حافظا لجميله حتى بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزحف. فده يعني مشهد من المشاهد الجميلة التي تبين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان حافظا للجميل مهما مر الزمان لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك برضو في مشهد ثاني فتح مكة، فتح مكة برضو كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظا لجميل السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها ورضاها. يعني لما جاء فتح مكة هي السيدة خديجة ماتت عندما فتح مكة، مر على موتها قرابة 20 عام. فلما الصحابة قالوا له احنا عايزين نبني لك خيمة عشان تباشر منها القتال وتضع الخطة، قال لهم ضعوا لي خيمة بجوار قبر خديجة حتى يأنس بروحها صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة عجوز فكان جالس النبي صلى الله عليه وسلم فأجلها فقام وجسها مكان. فالصحابة تعجبوا يعني انت مين دي مرأة عجوز يعني ما انت تقوم وتقعدها بمكانك وعلى فرشتك وتوقف قدامها وتسلم عليها وكل اخبار وكذا، من هذه يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انها امرأة كانت تأتينا ايام خديجة، كانت صاحبة خديجة. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم ختم الكلمة وان حسن العهد من الإيمان. الواحد يحفظ العهد ويحفظ الجميل ويحفظ المعروف، واللي عمل لك مصلحة وعمل لك أزدى لك معروف أو كذا أو كذا أو كذا ذلك من الإيمان. فده طبعا من كان يوده أباه. فده طبعا من المشاهد الجميلة والأخلاق الجميلة التي كان يتخلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الموضوع الخلق دي يعني اندثر بيننا الأيام دي، إن كل واحد مثلا لو عمل لك معروف أو حاجة زي ما نقول إحنا باللغة هذه بس يديك ظهره وتقدم عليه بالغلق والطول. لكن الواحد لازم يكون حافظ الجميل. فعل الجميل ولا في غير أهله. لا يضيع بالضبط. فالإنسان يكون حافظ الجميل، وأي معروف الإنسان قام به فالإنسان يحفظه ويذكر صاحبه بخير ولا ينكره ولا يغدر به ولا يجحد بصاحبه حتى نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك. والله.